اسكتي. ما قلت اسكتي. ابو خير هيجي. اسكتي 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 اسكتي، دعيني احسبها اولا ومن ثم استوعب الامر. دعيني احسبها اولا. تحسبه مالك؟ ثروه، كيس من الذهب، ليرات ذهبيه تقدر باربعه ملايين. ثروه، صفقه جديده. حبيبي ابو خير، قل لي ما هي خطتها؟ اربعه ملايين في بيت عفيف. يا ساتر، ذهب في بيت عفيف؟ قل لي هل وجدوا كنزا او جاءهم ميراث؟ اسكت، المصيبه ان النقود ليست لهم، لشخص اخر، لواحد من اهالي بلدتنا. من هو؟ انت، اليس كذلك؟ انا. اسكتي. من يكون؟ لا احد يعرف. وكيف ستعرفون؟ توجد مع المبلغ نصيحه موضوعه في ظرف مكتوب، ومن يعرف نص النصيحه وتكون مطابقه لتلك التي في الظرف يكون هو صاحب المال الشرعي. تقول نصيحه؟ اي نصيحه؟ ومن اين لي ان اعرف؟ كلما ادير الفكره في راسي لا اجد احدا من اهالي بلدتنا تنطبق عليه هاتان الصفتان، اعطاء النقود واصداء نصيحه مفيده. من يكون؟ ربما كان هو. من هو؟ المرحوم شريف آخر. ربما كان المرحوم شريف آخر. إنه الوحيد. الوحيد؟ الوحيد الذي يساعد ويعطف ويشفق على غريب المحتاج. هو المرحوم. رحمه الله. رحمه الله. كان طيبا معي. معك؟ المرحوم كيف؟ ستكون الثروة لمن هو أقرب له.